سيادة اللواء، إذا كان معنا الأخ زيد العلاء من مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء، يتحدث أنه لم يحصل منع، وربما ما حصل من اشتباكات من منفذ الحوبان ومنطقة صالة هو ما أعاق دخول ستيفن أوبراين إلى تعز. ما الرواية المتوفرة لديكم؟ أخي العزيز، أعتقد أن ضيفك الكريم المعلومات التي وصلت إليه خطأ. هو تقريبا لا يعلم أن منفذ غراب أو المنفذ الذي تكلم عليه مغلق منذ سنتين، اللي هو تقريبا منطقة الشرق اللي تكلم عليه، منذ سنتين من قبل الانقلابيين. هو كان الاتفاق من منفذ غراب، لكنهم حجزوه في نقطة سم الصابون غرب المدينة، وقاموا بضرب باطلاق النار. اما المنفذ الذي تكلم ضيفك الكريم عليه فهو مغلق منذ سنتين من قبل البلديه. طيب، انت كقائد لمحور تعز وبالتاكيد ترصد كل العمليات التي تحصل في المدينه، ما هي خطه التحرك التي كان يقوم بها ستيفن أوبراين؟ من اين كان مخطط ان يدخل؟ وماذا عن التنسيق معكم؟ لان زيد العلاء يتحدث من صنعاء من مكتب الشؤون الانسانيه انه تم التنسيق مع كل الاطراف في تعز، فما الذي حصل واين كانت خطه سيره؟ نحن فوجئنا بانه سياتي من منطقه غراب، بلغوني امس الليل، لكن كان الاصل انه ياتي. نحن امننا الطريق من اتجاه عدن، خط عدن تعز، من هيئه العبد امننا الطريق ونشرنا الاطقم وكلفنا الاليا باستقبال الضيف الكريم. لكن فوجئنا امس الليل قلت لك بتغيير خطه المسارح من غراب، وابلغنا الوحدات بعدم اطلاق النار حتى وان اطلق العدو، احتراما للضيف الكريم، واعددنا او شكلنا لجان لاستقباله. لكن فوجئنا باغلاق بتوقيفه عند نقطه سم الصابون وكثافه اطلاق النيران العدو دون اي مسبب. لكن طيب، ضيفنا من صنعاء زيد العلايا، مسؤول الاعلام والاتصال بمكتب تنسيق الشؤون الانسانيه من صنعاء، يتحدث عن اشتباكات تحصل، والاشتباكات يفهم منها انها اطلاق نار ما بين الطرفين، يعني تبادل اطلاق النار. هل التزمتم؟ ابدا. نعم، التزمنا تماما وعملنا برقيه وجمعنا قاده العليا امس، اجتمعوا عندي كل قاده العليا الاربعه، وابلغناهم شفويا وابلغناهم برقيه بتوقيف اطلاق النار حتى وان اطلق العدو النار فلا تلقوا عليه، احتراما لمبعوث الامم المتحده.